مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. سلق اللحمة. نضع 1 باكيت شاي أخضر، وإذا غير متوفر شاي الأخضر ممكن نوضع أي نوع شاي أو معلقة صغيرة شاي نفي. قطعة من البصل، 1/2 معلقة فلفل أسود، لحمة 1/2 كيلو لحمة حمراء، نتركهم يغلوا تقريبا، أخذوا معي 15 دقيقة أو حسب نوع اللحم. هيك اللحمة استوت. نرفع البصل وبنرفع باكيت الشاي، هو الشاي بيساعد على الاستواء وما بيعمل طعم في اللحمة، يعني لا تخافوا انه يعمل طعم باللحمة، هو بيساعد على الاستواء، يعني سريع جدا مثل ما انتم شايفين اللحمة دايبة دوب، فهو بيختصر الوقت كتير. اتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.